مساء الخير كل وحلقة جديدة في دائرة الضوء على نهار اليوم، وكل سنة وحضراتكم بخير، ويا رب كل يوم كده يبقى من أيامنا أعياد، ويا رب كل يوم إحنا اللي نخليه يبقى عيد. والحقيقة الحاجات اللي بتحصل على طول والأمثلة اللي بتتم على طول من الشعب ومن الرئيس ومن كل مكان بتدل على إن إحنا نقدر نصنع أعيادنا، وإحنا اللي نقدر نخلي فرحتنا، وإن إحنا اللي نقدر نرسم الفرحة على العالم كله، على وش العالم كله. الرئيس في زيارته امبارح والتهنئة بتاعته لإخواتنا المسيحيين الحقيقة يعني كانت مهمة. ليه؟ لأن إحنا عشان نعرف مهمة ونعرف إيه الحكاية ونعرف إيه الموضوع لازم نبص كده على اللي بيحصل. ولو احنا نبص على الموقف النهارده اللي هي الازمه الايرانيه العربيه، مش عايز اختزلها واقول السعوديه الايرانيه، لا هي ازمه عربيه ايرانيه، هي ازمه ما بين القوميه العربيه وما بين القوميه الفارسيه، هي ازمه كده. لو احنا نيجي نبص على من هذا المنظور ومن النهارده بنيجي نشوف القوميه الفارسيه دي قايمه على ايه. هم دوله ايران قدرت تلم كل او تعمل انفجارات او تزلزل كيان شعوب كثيره عربيه كثيره ازاي؟ بان هي قدرت ان تخلي المسلم الشيعي اللي هو بقى مصري ولا سعودي ولا كويتي ولا اماراتي ولا في اي حته، قدرت تخليه ولاؤه المطلق ليها. بقى هنا المذهب اهم من الوطن، وبقى الدين اهم من الوطن. ناخد بالنا من النقطه دي، نحط دي كده على جنب، تعالوا نشوف بقى الموقف عندنا في عز ما في مصر مولعه، الدنيا مولعه، وبعد 30 يونيو على طول والحرق الكنائس اللي حصل في المنيا وهنا وهنا وهنا. كانت هنا ساعتها بقى كان ممكن ان تحدث خلاص، مصر تقع، مصر تتقسم، لو ان الكنيسه المصريه اصدرت بيان، او ان الغالبيه المسيحيه الغالبيه الكاسحه من اهالينا الاقباط ما كانوش قد ايه، يعني كانوا قد ايه قد المسؤوليه وقد الموقف، وازاي قد هم هنا حاطين الوطن قبل الدين، حاطين الوطن قبل اي حاجه، وهي دي الوطنيه بحق وحقيقي، وهو ده التلاحم بحق وحقيقي، وهي دي المواطنه بحق وحقيقي، انها تحط الوطن قبل اي شيء، قبل الدين وقبل الايديولوجيه بتاعتي في اي سياسه وقبل اي حاجه، الوطن قبل اي حاجه. عشان كده كان ممكن قوي، كان بس مستنيين بره، هم كانوا مستنيين بره بس، يقول لك اي الحقوا ده، احنا مضطهدين دينيا، واتفرجوا كان على اللي هيحصل في مصر ايه. شوف اهالينا عملوا ايه. النهارده الرئيس لما كل مره بيروح هو كل ثقب بيحاول حد يعمله، ما احنا النهارده الرئيس بيروح يعمل ده، فزياره الرئيس ديت كان الشعب المصري كله كل سنه وانتم اهالينا واخواتنا الاقباط في مصر بخير. وانا مش عايز اقول دايما بعيد العيد ده عيدنا كلنا، وكل سنه وانت طيبه ديت لينا وليكم ولكل الدنيا كلها، بس يعني عايز اقول كل المصريين يا حبيبي يا رب يعيد علينا الايام دي بخير وسعاده، ويا رب يعني مصر بتصلب عودها كده، ويا رب مش هتصلب عودها الا بينا كلنا على الحقيقه. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله مصر تبقى تعود بخير وتبقى حلوه ومتقدمه ورفاهيه وسلام ومحبه بين كل الناس يا رب. هو بس انا يعني احنا في نقطة بس عايزين نعملها، ان ربنا لما خلقنا خلق البشر دايما خلق البشر العادي المتوازن الطبيعي. ادم وحواء واحد يا حبيبي. لا انا مش القصد في ده، البشر هتلاقي الانسان العادي الطبيعي المتوازن، ودي حكمة ربنا، وبعدين هتلاقي واحد بيجنح الناحية دي، نوع من البشر بيجنح إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار، بيتطرف في تفكيره والكلام ده، فالتطرف والتشدد أو ما نسميه ده موجود من بدء الخليقة، ومن ساعة آدم وحواء وأبيل وهابيل والبنتين كان في قاتل، كان السدس شر. فنصايحك إيه لفكرة التشدد اللي موجود في كل حتة وفي كل زمن وفي كل وقت؟ هنلاقي دايما الناس بيجنحوا من بين الرموع الكبيرة العريضة، القاعدة العريضة اللي هي المعتدلة، تلاقي ناس بتتشدد. نصيحتكم ايه في هذا الوقت لكل المتشدد ايا كان بقى دينه لونه وزنه اي حاجة؟ لكن الغالبية الكويسين يعني التطرف ده بيبقى نسبة ضئيلة جدا قليلة، ولما بيكون عندنا الناس كلها في يعني على قلب واحد وفي اتحاد وكلام ده كله،
ليه الكلام ده كله؟ ولما تزيد المحبة بين الناس وزيد السلام بين الناس هتلاقي دول برضو بيقلوا بعدد بسيط، ما يسكرش، ما يقدرش يأثر على الجموع الكبير زي ما انت كنت بتقول كده يا حبيبي. هو في خطوات المفروض، انا طبعا انا عايز اقول ما اتخذ يعني قداسة البابا يعني في الفترة اللي فاتت، السنة اللي فاتت او الفترة السنتين اللي فاتوا دول، الحقيقة يعني كان بيزن كل حرف بميزان من ذهب الحقيقة، ويعني وكل مصر وكل المصريين يعني بي 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 يعني ممتنين لده. كيف ان احنا في الفترة اللي جاية، عشان احنا من بره التشدد من بره ومن جوه ومن كل ناحية حوالينا، في ضغوط علينا من كل حتة، ايه اللي مطلوب يتعمل في الفترة اللي جاية دي ما بيننا كلنا كمصريين؟ انا مش عايز اقول بقى مسلم ومسيحي، ان دي كلمه دمها تقيله اصلها. لا كما احنا نتكلم كمصريين، لازم نتحد مع بعض ونخاف على البلد كلنا، وكلنا نشتغل يا ابراهيم، كلنا لازم نشتغل ونعمل كل واحد موقعه، لازم يكون امين بينه وبين ربنا وبين ضميره ونفسه على البلد وعلى كل حاجه في البلد، ولو قدرنا كلنا نحافظ عليه على مصر، صدقني يا حبيبي مصر دي هتبقى يمكن افضل دولة موجودة في العالم. بس كده لان مصر فيها خير كتير وفيها ناس كويسين كتيرة وفيها شعب ذكي ذكي جدا، يعني انا اقولك يمكن لفيت العالم ما فيش اذكى من الشعب المصري. لو قدرنا يتوجه ونوجه كلنا فعلا لخير البلد وخير مصر، هنبقى كلنا في صورة تانية وحاجة تانية غير عادية. يعني يا ريت تنقل للسادة المشاهدين بالضبط يعني مشاعرك كمواطن مصري في الرئيس سواء في الزيارة دي او الزيارة بتاعت السنة اللي فاتت، ويا رب يديكوا العمر كده، وان شاء الله وتحضر الزيارة بتاع السنة اللي جاية ان شاء الله، ويدي لجميع السادة المشاهدين العمر. هو قال سيادة الرئيس على فكرة الحقيقة الزيارة دي كانت رفيعة المستوى قوي وغنية المحتوى كمان، يعني زيارة فعلا رفيعة المستوى وكانت غنية المحتوى. الكلام اللي قاله سيادة الرئيس في اللقاء ده أشرح قلوب كل المصريين. نعم صحيح، أشرح قلوب كل المصريين. وبعد كده اللفتة اللي عملها نزل وسط جموع الكنيسة كلها، أخذ الكنيسة كلها من شرقها لغربها ورجع تاني يسلم على الشعب كله. كانت في لفتة كريمة كمان، بعد ما وصلت سيادته وركب العربية، في طفل صغير كده 5 سنين قال عايز أسلم على الرئيس. فمجرد ما قلنا له راح نازل من العربية وخده في حضنه وقال له عايز حاجة حبيبي؟ قال عايز أتصور معاك بس. وكان لطيف وفرحان الولد، وهو فرحان بيه بشكل اب فعلا، معنى كلمه اب لكل المصريين ولكل حد. يا رب يديم المحبه دايما يا رب، مصر يديم المحبه على طول كده السعاده والفرحه، يديم المحبه والخير على مصر يا رب يا رب، ويا رب يدينا جميعا العمر ونحتفل تبدأ ان احنا بنصرخ من اجل مصر ومن اجل الرئيس ومن اجل الكل. احنا عندنا صلاه من اجل الوزراء وداخلنا ومخارجنا، من اجل الرئيس ومن اجل الكل، بنصلي من اجله فعلا. ان شاء الله مرة تانية كل سنة بلادنا الحلوة الجميلة مصر، كل سنة وكل مصر بخير يا رب، وكل الأمة العربية بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويا رب السنة الجاية أفضل وأفضل. القمص السرياوس القمص السرياوس وكيل بطرقية الأقباط الأرثوذكس. القمص السرياوس طبعا هو كان هو في المراسم هو اللي استقبل الرئيس وهو اللي ودع الرئيس، يعني أول من استقبل الرئيس واخر من ودع الرئيس لغايه الباب العربيه. وشفنا هنا بيقول لك الرئيس شاف طفل صغير او طفل صغير 5 سنين بعد ما ركب العربيه، يعني ودي بتفكرني بزياره الرئيس الاخرانيه اللي كانت في لما كان في الفرافره، فبعد الرئيس راح سالم كان الشباب واقفين صفين كده، وهو الرئيس كان اليوم ده باين عنده برد او حاجه من الملاحظه، يعني كان عمال كل شويه حد مناديل كده، فالمهم سلم على الطابور الشباب اللي ده وراح ركب العربيه وركب، وبعد ما ركب الحرس الخاص يعني قفل الباب والعربيه اتحركت،
فالرئيس خد افتكر الشباب يعني التاني اللي هم كانوا منتظرين يسلموا عليه، فامر العربيه تقف. طبعا الرئيس طبعا المسائل البروتوكول الحاجات دي يعني بتتبحت، الله يكون في عونهم يعني الحراسه والكلام ده، لان هو بيتصرف بطبيعته الشخصيه خالص قوي خالص دون بقى اي حال. راح واقف ونزل وهو راح لهم الولاد بعد ما كانوا اتفركشوا والكلام ده كله. برضه في مجرد ما سمع حكايه الطفل الصغير عايز ده وقف واستنى والكلام ده كله. ربنا يديك الصحه يا سياده الرئيس الحقيقه. والحقيقه احنا كل يوم بيزداد اعجابنا وحبنا كمواطنين مصريين، خاصه لما بيطلع حد زي امبارح ده، وده الموضوع اللي عايز اتكلم فيه، ولو اني ما كنتش حابب بعد ما بتكلم في الزياره والحاجات دي كلها اتكلم في هذا الموضوع، انما كان امبارح حقيقه السيد حمدين صباحي اللي هو كان مرشح الرئاسي مع الرئيس السيسي المرشح الثاني، كان بيتكلم في حديث طويل قعد الساعه 4 بيقولوا الكلام ده كله. انما انا فوجئت على ما قراته على ولالي على الفيسبوك، حاجات كلها حاجات كده يعني غريبه جدا جدا. بس كل ما بنسمع حد بينتقل كل ما بيزداد حبنا للرئيس السيسي الحقيقه. يعني انت لما تسال ناس، هو الحقيقه الاستاذ حمدين الصباحي ما غلطش، انما هو قال كلام طبعا كله انا هرد على قد اللي عرفته، هحاول اتناقش فيه. انما كل ما حد بيتكلم او بينتقد من بعيد او بيلمح او بنوع من انواع التلميح والتلقيح والكلام ده كله، كل ما بيزداد اعجابنا واحترامنا وتقديرنا فعلا للرئيس السيسي الذي اللي ما شفناهوش في لحظه انه اخطا ولا غلط ولا حد. انا بس يعني انا يعني بدايه في هذا الموضوع اللي هو اتكلم فيه الاستاذ حمدين صباحي، يعني عايز اقول يعني النهارده يعني هو بيتكلم على ان مفيش حاجه اتعملت. عايز اقول له طب انت كنت مرشح، انا مش هتكلم ان انت خدت اصوات قد ايه ولا وضعك في النسبه لاصوات البطله، ماليش دعوه بالكلام ده، وده كلام عيب ان الواحد يتكلم فيه. انما عايز اقول له كان يمكن ان تكون انت الرئيس لو الشعب اختارك. تقدر تقول لي كانت سيادتك، يعني انا نفسي لما حد بدل ما ينتقد يقول ان مفيش حاجه اتعملت يقول انا لو كنت انا الرئيس او لو انا مولود كنت هعمل كذا وكذا 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 وكذا. نفسي السيد حمدين صباح يطلع في برنامج اخر يقول لو هو الرئيس في الفتره دي في السنه ونص دي وهو وسلم الرئاسه وهو يعلم تماما زي ما احنا المصري اغلب المصريين عارفين الحاله الصعبه اللي مصر فيها، كان يقول ان انا هعمل كذا، ده ما كان لازم الاولويه عندي كانت ان انا هعمل كذا وكذا 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 وكذا. اما بقى كلام عيش وحريه وعداله الكلام بتاع الشعارات ده مردود عليه برضه، انما بس نتكلم كلام هتعمل ايه؟ لو انت مكان الرئيس السيسي كنت هتعمل ايه؟ بدل ما بنتكلم كلام كله اللي هو فيه الحقيقه يعني انا شايف ان في حاجات كتيره جدا منها نوع من التزايد اللي هو ما ينفعش يتقال دلوقتي، ما ينفعش في الوقت ده كده. دي الملاحظه الاولانيه يعني. فانت لو كنت رئيس وضح لنا كنت هتعمل ايه وازاي؟ ما هو كلام كتير، ما انا ممكن اقول ان انا كنت حابني مش عارف ازاي، كنت هتعمل ايه؟ يعني انت النهارده تستلم بلد بعد 30 يونيو عندك مقاطعه افريقيا وتقريبا معظم الدول العربيه والعالم بره كله. تمام؟ فانت خارجيا الدنيا ملخبطه لخبطه اسود. داخليا الاحتياطي بتاعك كان فين وبقى فين؟ يعني في كل حاجه كنت هتعمل ايه؟ عسكريا انت خلاص انت عندك فتره ما فيش، وانت المفروض انك انت داخل بانت المحاور وبانت ان في محاور وبانت ان في دول محاور بتتعمل تركيا مع ايران من ناحيه ومن ناحيه دي ازاي؟ فبانت ما كنتش هتقوم هيتكسر ظهرنا. وواضح لنا تماما اهميه الحفاظ ان عندك يبقى جيش مركزي قوي والا مصر هتضيع. لان هو ده الضمانه الوحيده ان مصر ما تضيعش ان يبقى فيها جيش قوي. جيش مركزي قوي. وقوي دي ما هوش بيبقى لا قوي بانك انت يبقى انت تدريبك انما لازم عندك سلاح يقدر يخليك انك انت تدافع عن حقوقك وعن حاجتك وعن كذا. وانا النهارده زي ما تحطم الزمان اللي الامريكان بيعتبروه اعظم قائد عسكري في التاريخ القديم، قال ان امن مصر القومي يبدا من الحدود البعيده لدول الجوار. يعني انا عندي السودان دول الجوار، يبقى حدود السودان مع تشاد مثلا، يبقى انا لما يحصل مشكله هناك ما بينش على حدود السودان مع تشاد دي تقلقني انا وتخوفني انا. فمعنى كده ان لازم يبقى انا عندي سلاح اقدر اوصل هناك سواء طيران ولا مراكب بقى ولا غواصات ولا اي حاجه وكفايه. يعني الكلام بيبقى في الاطار ده. عندي لما حد يكون بيهددني وبيحاول النهارده ان يهدد مصر تهديد مباشر لازم اكون انا قادر ان انا امنع ده بالقوه لو استلزم الامر.
والقوة دي آخر حاجة حد أي حد عاقل بيلجأ لها. ده الموضوع. فالنهارده هل كان النهارده فكان يقدر يقول لنا الاستاذ حمدين السيد حمدين صباحي انت كنت هتعمل ايه مثلا في هذا الموضوع؟ كنت هتقدر تعمل الكلام اللي اتعمل ده وتعمل الصفقات دي والكلام ده كله والحاجات دي كلها؟ انا ما اعرفش كان ممكن، بس كان يقول لنا هتعمل ايه؟ اما الانتقاد للانتقاد كده، وكل ما نتكلم نقول اصل الشباب الكلام كله في العموميات. ال الاستاذ حمدين صباحي يتكلم على ان الاخوان المسلمين يعني ان الاخوان، يعني الاخوان في اخوان المسلمين قال اللي ما عليهم احكام ده خلاص، انما الاخوان المسلمين دول مواطنين عاديين ولا بد من انخراط، اللي هي الصيغه اللي موجوده فكره المصالحه وفكره عودتهم للحياه السياسيه. طيب عايز افكر السيد حمدين صباحي وهو رجل ناصري ان الرئيس عبد الناصر له في هذا الموضوع راي واضح وصريح وما لا يقبل لا شك ولا والعداء اللي بين الاخوان وعبد الناصر عداء تاريخي يعني ما فيهاش هزار، لانه هو اول ما كشفهم واول من اكتشفهم. احنا عندنا يا اميره هل عندك الفيديو ده؟ حد يرد عليا؟ طب ما طيب فاذا كان النهارده ده ما الرئيس عبد الناصر له موقف في الاخوان، ما تقوليش اصل الاخوان، اصل الاخوان مش حزب سياسي يعني ليه ايديولوجيه، لا ده الاخوان ده تنظيم ولاؤه لتنظيم كبير بره مصر يعني لعناصر الاخوان في كل دوله، فتنظيم يعني ده موضوع موضوع جماعات ولائها لبعضها، ملوش دوله، هو مشروع على بعضه.